حل. متغيرات، أمور متبدلة في كل لحظة في المباراة، تبديلات اضطرارية ستغير أعتقد من طريقة لعب الفيصلي. هذه ركنية، كرة ثابتة وجول، جول طارق خطاب نمبر 1، يؤشر ويؤكد بأن الوحدات يعود من بعيد بالكرة الثابتة والركنية. الوحدات يتقدم بهدف، هدف لطارق خطاب بهذه النتيجة وسط أنظار فيتال. هدف للوحدات مقابل لا شيء لمصلحة الفيصلي. إذن الوحدات الآن يستعد لإجراء 3 تبديلات، دفعة واحدة والوحدات يتقدم بالنتيجة بالركنية والرأسية لوحده والرقابة. عندما غابت عن طارق خطاب جاء العقاب بالهدف الوحدات الأول. طارق خطاب بالتأكيد تحت ضغط كبير، ضغط الشوط الأول، الوحدات يعود بهذا الهدف وسط ثغرة دفاعية على مستوى الرقابة. إذن